السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. أوضح رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الاثنين موقفه من الترشيح لرئاسة الوزراء، مؤكدا عدم مشاركته بأي حكومة مستقبلا. وقال العامري في بيان ما ورد أدناه: بسم الله الرحمن الرحيم، في وقت يترقب فيه شعبنا الكريم إكمال الاستحقاقات الدستورية تباعا وتشكيل حكومة الخدمة المنتظرة وإقرار برنامجها الوطني، لاحظنا أن بعض وسائل الإعلام تتناقل أخبارا وتعليقات مختلفة تزعم أن الإطار التنسيقي يشهد تنافسا على رئاسة الوزراء بين العامري وآخرين، وتزعم أيضا أن هذا التنافس قد يؤدي إلى تفكك الإطار حسب تعبيرها، وإني إذ أرفض مثل هذا الأداء الإعلامي المشحون بالأكاذيب وربما يكون مدفوع الثمن. أود التأكيد بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وإني لست مرشحا لهذا المنصب وأرفض ترشيحي ممن يرى ذلك من الأخوان، وإن المهم لدي أولا وآخرا حفظ وحدة الإطار، وسوف أقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الأخوة في الإطار رغم قرارنا عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية.